أن نكون شجعان وأن نتسلح بالصراحة واخا غير واحد المرة نتسلح بالصراحة والموضوعية وبروح رياضية عالية. يجب أن نعترف بأن هذا المجلس البلدي، أن هذه الرئاسة، أن هؤلاء الذين يسيرون شؤون مجلس البلد للناظور، نحن من اخترناهم بطريقة أو بأخرى. هذه الرئاسة التي لا تعير أي اهتمام للمواطن الناظوري، كتحسبوش، نحن من اخترناها ولم تنزل من السماء. كذب عليكم شي واحد يقول لكم شي واحد في البلدية طاح من السماء، بالعكس، المواطنون هم من صوتوا عليه بطريقة أو بأخرى. كاين اللي خذا 100 درهم، كاين اللي وعدوا شي واحد، كاين اللي حشم من جارو، المهم كاين شي طريقة من الطرق. أي واحد منكم يسقسي شي واحد من المجلس يقول له ودي الوضع القطاع الصحي في الناظور شحال خطرتو نتوما كتسجلوه في الدورات العادية ديال المجلس باش تناقشوا؟ حتى شي خطرة. سير سجلوا يقول له الوضع الرياضي في الناظور شحال خطرتو نتوما كدرسوا الوضع الرياضي باش تسجلوا اشنو وغادي نوصلوا؟ إن الجمعيات الرياضية راه باعة كاين وحدين شي وحدين معنا هنايا، الجمعيات الرياضية ما بقاتش كدير الصينية دابا مع المجلس البلدي، ولات كدير الطن هذاك سميت طبق طبق، ما بقاتش كتهز الصينية ولات كتهز الطبق دابا باش الأمور. الإخوان إلا كنذكروا، وكاين مجموعة من الشباب اللي عايش معنا هذيك الفترة هضرنا فيه بما فيه الكفاية في الانتخابات الأخيرة، هضرنا باللغة العربية، قلنا ربما المواطن يمكن ما يفهم ليناش، أجيو ندرجو نهضرو الدارجة، هضرنا الدارجة، قلنا ربما هاد العربية وهاد الدارجة ما توصلش، أجيو نهضرو الأمازيغية، هضرنا الأمازيغية، دخلنا رغم العربية والدارجة والأمازيغية مازال الشك داخل لينا في الراس، قلنا غادي نديرو واحد المسألة أخرى. وهنا أشد بحرارة على زملائي الإعلاميين اللي اجتهدوا معنا وفكروا في طريقة أخرى تعبيري. شنو درنا؟ مشاو الإخوان جزاهم الله خيرا، كراو بفلوسهم مجموعة حاشاكم من الحمير وداروا بهم مسيرة في شوارع ديال الناظور، لعله وعسى المواطن يعرف بأنه راه تا الحمير ماشية في وسط الشارع، مازال عقل دايزة، مازال عقل هنا في شارع الزرقطوني دايزة، وكان العامل ديال الناظور اللي كان هنا السي الفتيت اللي راه والي دابا في الرباط، هو كان فوق السطح ديال العماله، واحد الحمار من هذوك الحمير حاشاكم فاش وصل العماله، يمكن اخ رشيد زناي هو اللي كان هو الاول اللي كان مع الاخر، يمكن قاس هذاك الحمار ولا شي حاجه، طلع راسو كيجي الوجه ديالو مع الوجه ديال السيد العامل. فانا هنا في المبادره العميل ما قبلش هذا الاخر، واتصل مع الامن واتصل مع النيابه العامه وكذا، واعتقلوا مجموعه من الاخوان الزملاء الاعلاميين اللي كنحييهم مره اخرى على المبادره ديالهم، وهذه كانت بطبيعه الحال لصالح المواطنين. محتلين ما كاين علاش نوفروا بعد على الاقل الحكومه توفر هذيك الفلوس اللي كتعطيو للجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير، ما كاين علاش نعطيو لهم الفلوس لهذا اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير، لانه الا الرصيد عامر راه بزاف ديال تكون المراه هازه معها الولد تتجرو في هذاك الكروس ديالها، لما كتوصل كتقطع الطريق تجي السياره تضرب، اذا حوادث السيره كتسبب فيها احتلال هذه الارصفه وهذه الساحه بطبيعه الحال هذا واجب وخصنا نساهموا فيه كاملين، لان كانت واحد النوع ديال الفوضى ومازال عندنا فوضى. ما معنى ان مول الحانوت يجيب
سميتو هذاك الجراره ديال التراكتور يحطها عند الباب ديال الحانوت باش ما توقفلوش انت، ويجيب الصندوق ديال المشروب يحطو عند الباب ما توقفلوش. هذه هي الفوضى بطبيعه الحال، واحتلال الملك العام بطبيعه الحال يجب ان نساهم فيه من اجل انجاحه بطبيعه الحال.